معي كنا بنقول ان احنا واحنا بنتعامل مع التشيلدرن عندي طريقتين ان انا اطبع بيهم كل الاليمنتس بتاعتي اللي جوه الديف اللي انا او جوه الحاجه الاليمنت اللي انا بجيب التشيلدرن بتاعته. في عندي حاجه دوت بجيب الاليمنت دوت التشيلدرن على طول، ودي بتطبع لي كوليكشن او اتش تي ام ال كوليكشن بالاليمنتس اللي جوه الاليمنتس مش التكست. يعني هنا ده تكست في الاول اهوت، وبعد كده في باراجراف، بعدين سبان. هنا ما طبعليش غير الباراجراف اهوت والسبان اللي تحتيه، ملهوش دعوه بقى اذا كان في تكست او كومنتس او كده. تمام. الطريقه الثانيه ان انا بستخدم تشايلد نودز. تشايلد نودز دي بقى دي بتجيب لي كل حاجه جوه، حتى لو انت نزلت سطر بتعتبره تكست جديد وتضيفه لك. فهنا ال HTML collection كانت مرجعالي اللينس بتاعها عبارة عن اتنين بس، كان فيها اتنين element، هنا رجعالي بتمانية. ليه؟ لان هي حسبت التكست ده وحسبت السطر اللي انا نزلته كمان عبارة عن كأنه element جديد، وحسبت لي كمان الكومنت كأنه element وهكذا. تمام. فهي طبعت بالبلدي كده اي حاجة جوه الديف بتاعي طبعته، او اي حاجه جوه الاليمنت بتاعتي طبعتها. تمام. نيجي تاني طريقه، وهي ان انا بتعامل مع اليمنت لوحده. تمام. لو انا هجيب هنا، لو استخدمنا مثلا دوت تشيلدرن، فهي زيها زي اي ليست او اتش تي ام ال كوليكشن بتعامل معاها بالاندكس. لو رجعت له وقلت له رجع لي التشيلدرن اوف زيرو، هروح هنا هيطبع لي الباراجراف اللي هو اول اليمنت قبله. children of واحد هيطبع لي الليزبان لان هي تاني element. تمام. لو زودت عن كده هو مفيش، مش هو مبيرجعش غير اتنين element، فطلع لي undefined. ليه؟ لان الاندكس رقم تلاتة هنا مش موجود اساسا، هو مفيهوش حاجة. هي كل اللي فيها ال html collection اللي رجع فيها اتنين element، paragraph و index بس، paragraph و span بس اساسا. لكن لو جيت عملت تشايلد نودز هنا، تمام، وعملت سيف ورحت، تمام، هلاقيه رجع لي الباراجراف. لو جينا على الاليمنتس هنا هتلاقي ان الباراجراف ده هنا موجود عندي. تالت حاجه هو رجع لي اول حاجه، رجع لي التكست اللي هي المسافه السطر اللي نزله كده، دي كانت اندكس اوف زيرو. بعد كده واحد كان الكومنت. تمام. بعد كده التكست ده رقم اتنين، رقم تلاتة كان الباراجراف، عشان كده رجعهولي رقم تلاتة. بعد كده هتروح مثلا في عندنا حاجات بقى بنجيب بيها الفيرست element، او اسف الفيرست تشايلد واللاست تشايلد. بنفس الطريقة برضو هجيب الاليمنت بتاعي واجي قايل له دوت فيرست تشايلد، مثلا فيرست تشايلد بالشكل ده، واروح هنعمل ريفريش ونروح على الكونسول، هتلاقيه طبع لك تكست. لو جيت عملت عليه كده مش هتلاقي حاجه. طيب ايه هو التكست ده؟ التكست ده المسافه اللي انت نزلتها من هنا، المسافه اللي قبل الكومنت ببساطه، اللي هي المسافه دي. تمام. طب انت عاوزه يرجع لك الباراجراف مثلا، انت مش عاوزه يرجع ده، يبقى هتروح هنا بدل فيرست تشايلد، لا انت هتكتب فيرست element، first element child. تمام. هتروح هنا تلاقيه تلاقيه جاب لك الباراجراف. ليه؟ لان الباراجراف اول element يقابله جوه الديف بتاعك، او جوه الاليمنت اللي انت بتجيب ليه. تمام. يبقى الفيرست تشايلد بس تتعامل كانها على اساس النود اللي تشايلد نود اوف زيرو، كانها التشايلد نود اوف زيرو بالظبط، كانك بترجع التشايلد نود اوف زيرو. لكن الفيرست element تشايلد انت قلت له element، حددت له element، ده معناها ايه؟ ده معناها ان هي بتستخدم التشيلدرن اوف زيرو. تمام. كذلك برضو في اللاست element تشايلد واللاست تشايلد، في اللاست element تشايلد اهيت، هترجع لك اخر element عندك اللي هو السبان. تمام. واللاست element برضو او اللاست تشايلد
هترجع لك الاسبان برضه، لان مفيش حاجه بعد الاسبان اصلا. يعني لو عملت ريفريش كده هتلاقيها، لا اسف ده رجعت تكست. هقول لك رجعت تكست ليه، ثواني لو جينا هنا رجعت التكست اللي بعد الاسبان، اللي هي المسافه اللي بعد الاسبان دي اللي رجعتها. كذلك برضو هي كانها بتتعامل اسمها ايه ديت، النود ليست او التشايلد نودز برضو. ولكن يعني ايه، هو في الاول وفي الاخر اللاست ايليمنت والفيرست ايليمنت بيجيب لك اول واخر ايليمنت عندك، او اول واخر تشايلد انت عايزه، سواء بقى انت كنت عايز التشايلد ده يرجع لك كاليمنت او كتكست موجود او سبيس او كده. طيب عشان تلغي السبيسز دي كلها بتعمل ايه مثلا؟ كان المفروض انك تتعامل كده، ادي الديف بتاعك اهوت، التكست لازق في الكومنت، كمان لازق في الباراجراف، كله يكون بالطريقة ديت، لازق في بعضه كده بالشكل ده. طبعا يعني حاجة ما تنقريش خالص، تمام. بس هتروح هنا هتريفرش هتلاقيه رجعت لك اللاست تشايلد، رجعت لك سبان. ولو جيت عملت مثلا اللي تشايلد نود هتلاقي دوت تشايلد نود، تمام، هتلاقيها راجعه لك بكومنت وتكست وباراجراف وسبان بس. يعني هتلاقي اللينس بتاعها 4 بس، اهو كومنت والتكست اللي انت كاتبه ده والباراجراف والسبان. حتى مع مشكلة شباب، لا تمام. ما انت موجود اهو يا اسطى، صباح الخير. بس هو دي ممكن كنت عملت، ايوه ممكن كنت عملت ورا بدل ما ارجع السبيس دي، ممكن كنت استخدم اللي هي الميثود اللي هي التريم تقريبا. انا مش بتعامل، انا مش بتكلم على كده، انا بقول لك بس ان احنا ايه، ايوه عشان شكل ان الكود ده. اللينس اللي طلع بس بالشكل ده، ان اللينس الكبير ده ان هو كان كل انتر حسب يحسبها ال تكست جديدة. ايوه تمام. طيب احنا فين، احنا كنا فين دلوقتي، وصلنا فين؟ احنا خلصنا التعامل مع التشيلدرن. طبعا مش عايز اقول لك يعني انت مثلا جبت جبنا الاندكس ديت او جبنا الحاجات ديت، يعني مثلا ادي تشايلد نودز مثلا، او هقول مثلا تشيلدرن مثلا عشان تجيب لنا element بقى تشيلدرن اوف زيرو مثلا دوت ستايل، ثواني يا شباب بعد اذنكم. تمام نكمل. احنا هنا مثلا جبنا التشيلدرن، طبعا مش محتاجين كونسول دوت لوج هنا، مش هنطبع، تمام. هنقول دوت ستايل دوت مثلا الكولور بيساوي مثلا، وهقول ريد. ممكن برضو نغير الفونت سايز بتاعها عادي، فونت سايز مثلا نخليه 30 بيكسل مثلا، وهكذا بقى. حط الحاجات اللي انت عاوز تعملها. عموما هتروح هنا هتلاقيه ادي الديف عادي اهوت، تمام، هيلو فروم باراجراف اهوت. لما تعمل ريفريش هتلاقي الحاجات اللي انت عايزها اتطبقت عليه. فانت هنا ممكن تاكسس اي تشايلد جوه عندك، تمام، وتحط عليه الاستايلات اللي انت عاوزها، او تخليه يظهر بطريقة معينة زي ما تحب. يعني عموما دي كانت كل حاجة يعني عن التشايلد. اتمنى الدنيا تكون مفهومة قوي. بعد كده هناخد الايفنتس بقى. الايفنت اب زي احنا اتكلمنا قبل كده عن الاون كليك ايفنت، وقلنا اتكلمنا عن الايفنتس عموما،
هي ايه، او هو عبارة عن حدث اليوزر بيعمله وبيكون في رد فعل من البيج بتاعتي او من الاكونت، من اسف الموقع بتاعي، على الايفنت او الحدث اللي اليوزر عمله ده. يعني اليوزر ضغط على زرار مثلا، ففي حاجة بتظهر، حاجة بتطلع، يعني ايه، في حاجة معينة بتحصل مثلا. اليوزر مثلا غير فاليو بتاعت انبوت، غير فاليو بتاعت سيلكت بوكس مثلا، عمل سميت للفورم، فانت عاوز تعمل فاليديت للفورم ديت. دي كلها حاجات بتتعمل عن طريق الايفنت. طبعا احنا بنكتب الايفنت بطريقتين اتنين، يا اما في ال HTML باجي جاي على الـ على الفوق على الاليمنت بتاعي كده مثلا، واقول له اون الايفنت اللي انا عايز اعمله بقى، اقول له مثلا اون كليك مثلا، اون كليك، واكتب هنا كود جافا سكريبت. كود جافا سكريبت انا عاوز يعمل ايه؟ هقول له مثلا كونسول دوت لوج دون مثلا بالشكل ده، واعمل سيف. طبعا هنا عمل لي مشكلة عشان الدبل كوتس والحاجات ديت، فهنخلي ايه، سنجل هو دبل، سيف، وتروح هنا. اول ما تضغط هنا هتلاقيه بيقول لك دان اهو، عمال يطبع في الكونسول دان اهو، كل ضغطه بيعمل لي دان. يا اما بالجافا سكريبت زي ما قلنا قبل كده في الانونيمس فانكشن، بنيجي عاملين بنجيب الاليمنت بتاعنا تمام، دوت اسم الايفنت بتاعي اون كليك مثلا تمام، واعمل بتساوي، بعمل الانونيمس فانكشن بقى، باجي كاتب فانكشن كده وافتح القوس واعمل كل اللي انا عايزه، اقول له مثلا كونسول دوت لوج اعمل سيف، ونروح نشيل الايفنت من هنا بقى عشان ما يتنفسش مرتين بس. كل ما تضغط اهوت عمال يطبع عادي، مفيش مشكله. دي الايفنت، ودي الطريقه اللي بننفذها بيها. طبعا انت عندك ايفنتس كتير، في ايفنتس خاصه بالكيبورد، في ايفنت خاصه بالماوس، في ايفنتس خاصه بالويندو اللي هي النافذه اللي انت فيها عموما، وفي ايفنت خاصه بالفورم والحاجات والاليمنت بتاعت الفورم وهكذا. يعني خلينا مثلا معانا مثلا هنزود كمان هنا اهوت انبوت، نعمل بي ار كده وهنحط ان طيب تكست مثلا وخلاص، مش عاوزين حاجة اكبر من كده. نديله اي دي وسيب مثلا. هنيجي هنا اهوت بقى، هنجيب الاليمنت بتاعنا، فهنقول مثلا دوكيمنت دوت كويري سيلكتور بقى، استخدم الكويري سيلكتور مره عشان نتعود عليها، كويري سيلكتور، وهحط الاليمنت اللي انا عايزه. انا هجيب الاليمنت عن طريق ايه؟ عن طريق الاي دي، فاجي احطه كده، احط الهاش واسم الاي دي بتاعي دوت تمام. انا هعمل ايه؟ هنشتغل مثلا على الايفنت بتاعت الكيبورد. فعندنا مثلا حاجه اسمها اون كي، في اون كي اب مثلا بتساوي، واحط الفانكشن بتاعتك تمام، واعمل الايفنت اللي انت عايزه مثلا، فنقول كونسول دوت لوج ادي الانبوت بتاعنا اهوت اهو. شايف كل ما بضغط على اي كي تمام،
بيحصل معايا في الكونسول بيطبع لي دان اهوت. ثواني نكبر تمام. خد بالك بس، انا هنا دلوقتي كاتب، انا هنا دلوقتي متك على الايه اهوت، تمام، مفيش اي حاجه بتطبع. ثواني نعمل ريفريش. انا كده متك على الايه، الايه عماله تكتب اهيت ومفيش اي حاجه بتطبع هنا. اول ما شلت ايدي طبع لي ضن مع انه كتب ايه كتير، تمام. ليه؟ لان الايفنت ده ما بيشتغلش بس غير لما ترفع ايدك من على الكي. طول ما انت دايس على الكي ما بيشتغلش. دي اسمها كون اون كي اب. في ميس او في حاجه تانية اسمها اون كي داون. تمام، اون كي داون ده اول ما بتضغط على الحرف، تمام، اللي هو والحرف لسه نازل، لسه نازل يا دوبك بيطبع معاك، تمام. حتى لو تلاحظ هتلاقي ان النظام عماله تزيد دلوقتي، انا ما شلتش ايدي. فطول ما الحرف تحت او طول ما انت ضاغط على الحرف هو هيفضل يطبع معاك. في اون كي بريس برضو، تمام. انا هنا نزلت اهو، اون كي بريس نفس الحوار برضو، بمجرد ما تضغط على الكي او على المفتاح، تمام. انا كده ضاغط وهو كتب وميت، مفيش اي مشكلة. فطول ما انا ضاغط برضو هو شغال بيكتب. دول اهم الايفنتس في الكي بتاعنا في المفاتيح. ممكن تشتغل على ايه مثلا؟ لو حد فاكر بروجكت التو دو اللي احنا كنا عاملينه، تمام. احنا كنا عشان نضيف التودو الليست بتاعتنا كان لازم يروح بالماوس ويضغط على الزائد. لا، احنا كنا ممكن نعمل ان هو لما يضغط على المفتاح اللي هو انتر، تمام، يضيف الليست دي. طيب ده كنا هنعملها ازاي؟ كنا هنتشيك على الكي مثلا، تمام. فانت مثلا هتقول بالشكل ده، انا كنت عاملها تقريبا. مش فاكر بصراحة يعني، مجربتهاش بالإنتر بصراحة. انا كنت عاملها انتر و سبيس تقريبا. استنى اشوفها، انا تقريبا كنت عاملها. تمام، عن طريق إن أنت بيكون عندك كل حرف وليه الكي بتاعه، الكي فاليو بتاعته هي. فمش فاكر الإنتر كان كام بصراحة، شوفوا دلوقتي. ادي الانتر اهوت، الانتر الفاليو بتاعته كانت 13، تمام. فانت كنت هتيجي عامل كده اهوت مثلا، انا بعمل اون كي بريس مثلا، تمام، هتروح تعمل على التشيك. اف مثلا هتقول له ان هتسيرش مثلا على الكي فاليو، دوت الكي كود بتساوي 13، تمام. طبعا انت بتتشيك على نمبر، الفاليو بتبقى راجع نمبر اصلا، لان انت لو رحت هنا هتلاقينا طابعينها بالازرق اهيت، فمعنى ان هي الازرق ان بترجع لي اساسا فاليو نمبر. فهتحط 3 تساوي وتحط ال 13 من غير دبل كوت، تمام. وهتقول مثلا لو الكي فاليو بتاعي، فكنت هتأبند التشايلد اللي انت كريته او الاليمنت اللي انت كريته ده للكود بتاعك. فاحنا مش بنكريت اليمنت دلوقتي، فاقول له مثلا كونسول دوت لوج يس مثلا،
بالمناسبة يا جدعان، التو دو ليست الآخر خالص، يعني إيه، هنكمله بروجكت كبير بقى هستخدم فيه الأوبجكت، وهتعملهولي باللوكال ستورج لما نشرحها بإذن الله، والحاجات دي كلها. فيعني إيه، محدش يحاول يمسحه أو يفكر إن إحنا خلاص هنسيبه على كده. وفي تاسك برضو السيشن ده، بس بعدين هبقى انا طول ما انا بضغط مفيش اي حاجه بتحصل، هتك انتر يطبع لي يس زي ما احنا قايلين له. بنفس الطريقه برضو انا كنت هناك هتشيك على الكي كود، لو هي بتساوي 13 معنى كده ان انا ضغطت على element، فالفانكشن اللي كانت بتكريت لي element جديد اللي احنا كنا عاملينها كنا هنناديها هنا وخلاص، وهتكريت نفس الليست برضو. ابقوا جربوا تعملوها. تمام كده احنا عملنا اهم الايفنتس اللي بتحصل لي على الكيبورد كيز بتاعتي. في عندنا بقى الايفنتس اللي خاصه بالماوس، في عندك هتلاقي ايفنتس كتيره بقى، في منها الاون كليك، اون ماوس انتر، واون ماوس ليف، اون ماوس اب، اون ماوس اوفر، في عندك اون ماوس موف، في عندك حاجات كتيره قوي تبع الماوس. فخلينا اون كليك مثلا، اون كليك انا هقول له مثلا الايفنت ده لما تضغط على الاليمنت ده طبق لي الستايل ده، الستايل اللي انا هنفذه لك على مثلا مش عليه، هجيب اليمنت تاني، هجيب ديف مثلا، هجيب الديف اللي عندي ده اللي هو البيج بودي ده، واطبق عليه الستايل اللي احنا هنقوله ده. مثلا ستايل دوت غير في الباك جراوند كولر، هنخليه مثلا ريد. ممكن تغير كمان في الكولر، غير تخليه مثلا رايت، اغير في الفونت سايز مثلا 30 بكسل مثلا، واحط هنا اهوت بدل باك جراوند كولر فونت سايز. طبعا البروبرتيز بتاعت السي اس اس احنا هنا ما بنعملش داش والكلام ده كله، تكتبها بطريقة الكامل كيس عادي. تمام، فانت هنا هتيجي تضغط، احنا ما سايبناش ولا ايه؟ تمام، اول ما هتضغط هتلاقي الستايل بتاعك اتنفذ اهوت، الباك جراوند بقت حمراء والكولر بقى ابيض والفونت سايز زاد وهكذا. في عندك الـ on mouse over، on mouse over مثلا، تمام، هتسيف. تمام، اول ما تيجي تهفر عليه هتبقى تمام. طيب انت مثلا خلينا بس نشيل الحاجات ديت عشان نوضح فرق بين حاجة، خليها مثلا كونسول دوت لوج، طلع رسالة برضو. تمام، فانا كل ما ههفر على ده طول ما انا موجود هنا هوت، تمام، مطلع لي رسالة دن. طلعت مش هيعمل لي حاجة، دخلت تاني هيقول لي برضو دن. تمام، كذلك برضو الاون ماوس انتر، في عندي اون ماوس نفس الحوار برضو، اول ما ثواني انتر الاي قبل الار تقريبا، اه
مسج عماله تظهر اهي، تمام. كل برضو ما بطلع من عليه وادخل نفس فكره الهوفر بتاعت السي اس اس، بس ديت بالجافا سكريبت، تمام. اول ما بتطلع من عليها وتدخل كانك عملت عليها هوفر بمعنى اصح. في اون ماوس ليف برضو، تمام. اون ماوس ليف ديت معناها ان انا كنت عامل عليها هوفر او الماوس بتاعي عليه انتر، بعد كده جيت انا شديتها من عليه، فكده انا عملت ليف، طبع لي اهو الضن، تمام. بس لازم أن تكون الماوس عليها الاول وامشي من عليه. دي اعمل ايفنتس بتاعت الماوس برضو، كانك بتعمل هوفر وبتشيل الهوفر من عليه. يعني ممكن تستخدمها بايه، يعني هيبقى في تاسك عليها باذن الله. لو مش هقول لكم تكملوا التاسك اللي احنا هنعمله دلوقتي، هيكون في تاسك على الحته دي. في تاني ايه من الايفنت، في بقى عندي الايفنت اللي خاصه بالويندوز او بالويندو، اسف، بالويندو بتاعتك اللي هي النافذه اللي انت فاتحها دي. في عندك حاجه اسمها ويندو دوت اون لود، ويندو دوت اون لود، تمام، بتساوي فانكشن مثلا بالشكل ده، تمام. وهتكتب كل اللي انت عايزه، هتقول له مثلا كونسول دوت لوج، تمام. ده معناها ايه؟ ده معناها اول ما البيج بتاعتك تتحمل دي ممكن تستخدمها في ايه؟ عارف انت لما بتيجي تفتح موقع ويظهر لك حته علامه دايره عماله تلوب كده تلف، وبعد كده يظهر الكونتنت بتاع الموقع بتاعك، دي من ضمن استخداماتها، انك بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه زي انيميشن كده في الاول، وتقول له اول ما البيج بتاعتي الكونتنت بتاع كله يتحمل، تعالى شايل لي او اعمل لي ديسبلاي نون للانيميشن ده، فبالتالي الانيميشن يفضل شغال لحد ما الكونتنت بتاعك يتحمل كله. وبعد ما يتحمل الكونتنت معنى كده ان الويندو حصل لها لودنج خلاص، فيجي عامل ديسبلاي نون للانيميشن ده، تمام. هنا هو انا ما عملتش حاجه، انا عمال اعمل ريفرش، كل ما بيجي بتحمل بيجي طابع لي لودد هنا اهو. ديت هي يعني ايه، اما ندخل بقى ازاي نضيف ستايل بالجافا سكريبت عموما، ازاي نضيف كلاس ونشيل كلاس والكلام ده كله، هنبدا نستخدم الاون لود ديت. واحتمال يعني ايه، احنا كده كده هنعمل بروجكت فرونت كبير في الاخر، فهنخلي فيه حته لودنج في الاول عشان نستخدم الاون لود ديت كويس بطريقه كويسه. وفي برضو ويندو دوت اون سكرول، اون سكرول ديت اللي هو ايه، لما بعمل سكرول هنا، طبعا هنا مش هنعرف نستخدمها لان مفيش سكرول، فانت ممكن تخلي ايه ويندو دوت بادي دوت بادي او دوكمنت دوت بادي، اسف، دوت بادي دوت ستايل الهايت بتاعه هنخليه مثلا بيساوي 500 او خليها 1000 بكسل مثلا عشان يظهر بس في سكرول معانا، تمام. هنا بقى في سكرول اهوت، فانت هتلاقيه كل ما نعمل سكرول عمال يطبع لود ده في الكونسول، تمام. دي ممكن تستخدمها مع ايه، دي تستخدمها مع السكرول انيميشن والحاجات دي كلها، لما تيجي مثلا بيجات او صفحات تلاقي فيها وانت بتلف بيحصل وانت بتسكرول كده في مثلا كاردات بيظهر، كاردات بتجيلك من على الشمال لليمين، الحاجات دي كلها ده اسمها اون سكرول انيميشن. دلوقتي في مكتبات اساسا خاصه بالجافا سكريبت وكده بتعمل الانيميشن ده، بتوفر عليك وقت وجهد كبير. طبعا بقى دي في الميتنج بتاعنا تمام.
ديت كانت اهم الايفنت اللي خاصه بالويندو. حد معاه مشكله لحد دلوقتي ان احنا هندخل على الفورم؟ تمام، هنكريت فورم ما دام ما فيش مشكله، هنكريت فورم هنا. هنحط فيها الانبوت ده مثلا، تمام، وخلاص خلينا يعني ايه، ونحط زرار صمت. تمام، دي الفورم اللي احنا عملناها اهيت. اهيت ظهر لي الفورم اهيت. تمام، انا عاوز اكسس الفورم ديت، فانا اكسسها من الدوكيمنت دوت فورم برضو، دوكيمنت دوت فورمز. تمام، هجيب طبعا دي عشان كانها اري، فلازم ان اكسس حتى لو هي فيها element واحد عن طريق الاندكس. فاقول له الفورم اللي موجوده في اندكس 0 تمام دوت اون سميت. لما تعمل لها سميت هتعمل لي ايه؟ هنطبع رساله برضو في الكونسول. فانكشن الاول نقول له فانكشن بتقول لي، بتطبع لي في الكونسول دوت لوج، بتطبع لي في ايه؟ بتقول لي مثلا ان الفورم حصل لها صمت بالشكل ده. هروح اهوت هعمل ريفريش. طيب الفورم حصل لها صمت امتى؟ لما اضغط على زرار الصمت ده، هتضغط عليه بص بتظهر لحظي وتختفي بعد كده. تمام، ليه؟ لان الفورم بيتعمل لها صمت في دقيقه، هي في صمتت بتظهر اهيت وبتختفي مع كل كليك. تمام، لان السميشن اساسا حاجه لحظيه، اللي هو انا يا دوبك ضغطت بس فحصل صمت والداتا اتبعتت خلاص كده خلاص. بعد كده في مثلا ممكن اكسس الاليمنت اللي جواها. طيب هاكسسه ازاي؟ انا مش هقول دوت كذا بقى، لا انا هقول دوت تشيلدرن. تمام، على الحاجه اللي احنا لسه واخدينها النهارده اوف زيرو مثلا، انا عاوز اكسس الانبوت اللي جوه. فالانبوت هو ما فيهاش غير اتنين، اتشيلد الاول والتاني، فانا هاكسس الانبوت الاول مثلا مش البطن. تمام، بقول له دوت تشيلدرن اوف زيرو دوت اون تشينج. ثواني بس ما نكبر الدنيا. تمام كده، ثواني نطلع بيه الكونسول دوت لوك صمت. ثواني طبعه لنا اهو. ماشي، تمام. دون تشينج ديت بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على انك تغير الفاليو بتاعت الاليمنت بتاعك. بمعنى انا الفاليو بتاعت الاليمنت اهو، تمام. طبعا ما فيش اي تغيير هيحصل غير لما ان انا اعمل الفاليو دي.
لما اعمل مثلا انتر او كده تبدأ تلاقي الصمت الكلمة اللي عندك صمتت بتظهر هنا، لان الفاليو كانت كده واتغيرت فظهرت كلمة صمتت تحت. اون تشينج بتعتمد على التغيير بتاع الفاليو بتاعت الاليمنت بتاعي، يعني الفاليو كانت احمد مثلا واتغيرت بقت علي او كده في وقت في وقت مثلا انا عملت فيه حدث معين. اون تشينج بتعتمد على الحتة ديت، على التغيير بتاع الفاليو. في عندك حاجة تانية اسمها فوكس وبلور برضو. The time is 9:00 p.m. خلينا مثلا نقول ايه، نجيبه بالاي دي على طول عشان ما نعملش المشكله ديت. في اتنين بنفس الاي دي؟ لا. دوت فوكس. تمام. فوكس ديت اللي هو امتى؟ لما انا باجي احدد الاليمنت بتاعي ان انا اكتب فيه كده انا عملت له فوكس. طب هو ليه ما عملليش كونسول دوت لوج؟ مش انا اعمل له؟ في مشكلة. قلنا الاون فوكس لما اعمل فوكس على الانبوت بتاعي بالشكل ده. تمام. الاون بلور بقى لما ابعد عن الفوكس ده، انا كنت اعمل له فوكس تمام وخلاص هبعد منه او هبعد عنه. تمام. ممكن استخدمه في ايه مثلا؟ ممكن اقول له مثلا تمام الايفنت ده لما اعمل بلور مثلا عليه هقول له مثلا الفورم مثلا، هقول له فورم او دوكيمنت دوت فورمز. اوف زيرو دوت سميت واعمل سيف كده. تمام. انا هاجي عامل ده كده وهاجي عامل بلور منه. ثواني بس ما نوضح اي حاجة بتعمل بتوضح لي ان الفورم ديت حصل لها سميت. هناخد بقى هنجيب دهوت تمام. هدخل الفاليو كده مثلا وهاجي عامل بلور من هنا. هو دلوقتي ايه، انت هتلاقي ان الفاليو اتشالت، الفاليو اللي هنا اتشالت اول ما عملت بلور. ليه؟ لان هو عمل صمت للفورم. تمام. عاوز ممكن مثلا كمان نطبع ايه، ممكن مثلا
عشان نأكد برضو ان هي صمتت، هنقول له مثلا النيم ده هوت نيم، لا ده الاي دي يساوي، والنيم هنكتبه مثلا يوزر مثلا، وهتروح هنعمل ريفريش مثلا، واجي كاتب كده، هعمل بلور، هتروح هنا هتلاقي اهوت حصل ان في يوزر فوق بقت ياسين اهوت. ده معناه ايه؟ ان الفورم حصل لها صمت. انا دلوقتي زي ما قلنا قبل كده في ايام ال HTML ان احنا ممكن نعمل صمت للفورم من خلال الجافا سكريبت برضو، فانت ممكن تستغنى عن الزرار ده اساسا، بس يعني ايه، دي مش حاجة طبيعية انك تعمل صمت للفورم من اخر انبوت انت عامله، فاهم؟ فانت لا، لازم زرار الصمت يكون موجود، احنا بس كنا بنجرب فكرة معينة وخلاص. تمام، دي كانت اهم الايفنتس اللي ذكرناها او اللي هنتكلم عنها. دلوقتي جه وقت تطبيق البروجكت ده. بص، مراعاة للوقت بس، يعني ايه، انا مكريت ال HTML اهوت، تمام. ده ال HTML هو مكاريت بوكس، ديف مديله كلاس بوكس، وجواه ليبل وتحتيه انبوت، وليبل وانبوت تاني، وزرار بقى اللي هو لما اضغط عليه هيعمل لي الموضوع ده، ومديله شوية خواص فوق. اعتقد ان الموضوع ك HTML و CSS سهل، يعني مش المفروض نشرحه، ولا لازم نشرحه؟ ما لا أظنش قولي بقى. مستاهل. تمام، يعني نخش في الجافا سكريبت على طول، كله موافق؟ تمام. تمام ماشي، اوكي. نبدأ في كود الجافا سكريبت على طول بقى. الكود سهل، يعني انا كده كده رابط البيج ببعضها. تمام، هنفتحه نفس الكود اللي كنا فيه. كويس، تمام. احنا عاوزين نعمل ايه؟ احنا عاوزين اليوزر هيدخل فاليو هنا، هيكون مثلا 10 مثلا. تمام، لما يضغط على كونفيرت هنا يظهر له الناتج بالباوند هنا. تمام، فلما يضغط كونفيرت يضرب له 10 في 30.95% دهوت، يطلع له الناتج. طيب دي هنعملها ازاي؟ اول حاجة خالص احنا محتاجينها، محتاجين ان احنا نجيب الاثنين elements بتوعنا. تمام، فاحنا هنجيب مثلا الاليمنت الاول، هقول له let دولار بتساوي document dot get element by id، ونحط الاي دي بتاعه اللي هو احنا مسميينه ايه، نسميينه دولار اهو بالشكل ده. تمام، تاني حاجة احنا محتاجينها، محتاجين الايجيبشن باوند ده. بتساوي مثلا دوكومنت برضو get element by id برضو، وهنكتب ال id بتاعنا اسمه ايه، يجي. تمام، بعد كده هنجيب ال convert بتاعنا. الاي دي بتاع الاولى دي كابتل. بتاع الاولى الدي كابيتال. تمام ماشي، بعد كده هنقول مثلا الكونفيرت بتاعنا، زرار الكونفيرت
وتقريبا انا كنت كاتبه كونفيرت برضه، لان هو كونفيرت برضه. تمام كده احنا عملنا ايه؟ كده احنا خدنا او استخدمنا اول حاجه احنا قلناها، ان احنا اول حاجه لما بنيجي نتعامل عن مع الدوم بنجيب الاليمنتس بتاعتنا اللي احنا هنتعامل معاها. كده احنا عملنا جيت للاليمنت بتاعتنا. بعد كده انا عاوز ايه؟ انا عاوز اعمل ايه؟ انا عاوز لما اضغط هنا يظهر لي يعمل لي تحويل للفاليو ديت. طيب الفاليو ديت هعمل لها تحويل ازاي؟ بان انا اجيب الفاليو بتاعه الاليمنت الاولاني واضربها في 30 في 30.95% دهوت، واحطها هنا واحطها في الفاليو ديت. تمام. طب ده هيحصل ازاي؟ هقول له انا هضغط على ايه؟ هضغط على الكونفرت، كونفرت دوت، هضغط عليه معناها ان انا هعمل اون كليك. تمام. طيب بعد ما اعمل اون كليك ايه اللي هيحصل؟ هقول له بيساوي الفانكشن ديت، هعمل انونيمس فانكشن بقى وهكتب جواها الحاجات اللي انا عايزها. انا اول حاجه هعملها ايه؟ هجيب الفاليو بتاعه الاليمنت الاولاني. تمام. فهاجي مكريت مثلا let value. تمام. بتساوي ايه؟ بتساوي الفاليو بتاعه الاليمنت الاول دهوت اللي هو الدولار دوت فاليو. تمام. تاني حاجة هعملها، تاني حاجة ان انا اضرب الفاليو دي في 30.95 واخزنها هنا. يبقى هاجي مستخدم الاي جي دوت فاليو. كده انا هغير عليها. يبقى احنا كده عملنا كذا حاجة دلوقتي من اللي احنا خدناهم في الدوم. اول حاجة جبنا الاليمنتس بتاعتنا، تاني حاجة استخدمنا استخدمنا الايفنت اهوت، بعد كده عملنا جيت للفاليو بتاعت الاليمنت، بعد كده بنغير او بنعمل ابديت لفاليو الاليمنت التانية. هتساوي ايه؟ هتساوي الفاليو اللي انا جبتها دهيت، مضروبة في 30.95. تمام. وهروح اعمل سيف ريفرش واضرب مثلا 10 اهوت واعمل كونفرت. حصل ايه؟ غير لي الفاليو اهي، قال لي ان ال 10 دولار بيساوي 309 جنيه مصري. يا بلاش والله. ماشي. حد معاه مشكله لحد دلوقتي؟ لا تمام. طيب ماذا لو اليوزر اتلخبط وجه عامل لي كده؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو هيجي يضغط كونفيرت هيظهر له نوتا نمبر. تمام. ودي مشكله احنا مش عاوزينها تحصل. طب ايه حلها؟ فاكرين الميزو اللي احنا كنا واخدينها تاسك؟ ده جه دورها هنا بقى. الميثود اللي كانت بتاخد لي النص ايا كانت الحروف اللي فيه، في الاول في الاخر في النص، المهم ان هي هتنقي لي الارقام اللي فيه بس وتحطها لي. يعني مثلا اليوزر مثلا ما يعرفش ان هو المفروض يكتب هنا نمبر، فجي كاتب مثلا اي هاف مثلا 10 دولار. طبعا انت كده مش هتعرف تحولها، انت المفروض تاخد العشرة دي بس، فانت مش هتعرف. هتيجي هتعمل كونفيرت هيقول له نوتا نمبر. تمام. وده ما يصحش. فانت هتيجي عامل ايه؟ هتيجي جاي ببساطه هنكريت بقى. هو انا اتعمدت استخدم الميثود ديت عشان ايه؟ ارجع انفذها معاكم، لاننا ما كناش طبقناها بعد ما خدناها يعني كتاسك. تمام. فاجي جاي مستخدم الميثود بتاعتي، او هكريت ميثود مثلا، هقول له مثلا فانكشن. الفانكشن ديت اسمها فايند نمبر. تمام.
مشكلة، في حد فتح مايك عاوز يسأل ولا حاجة؟ لا لا تمام. تمام ماشي. النمبر ديت هتاخد ايه؟ المفروض ان انا هديها فاليو وتحولها لي تجيب لي منها الرقم بتاعي، تمام؟ فالحل ان انا لازم هحط هنا مثلا متغير هسميه مثلا ايه؟ تيكست مثلا، تي اكس تي مثلا بالشكل ده، واجي جاي هنا حاطط اعرف متغير جديد اللي انا هاخد منه بقى، هستخلص فيه الارقام بمعنى اصح، انا واخد تيكست عاوز منه الارقام بس، تمام؟ فعرف متغير مثلا اسميه ايه؟ نمز او النمبرز، واخليه بيساوي تيكست برضه، وهنعرف ليه تيكست، تمام؟ بعد كده هاجي بقى انا عشان الوب على او عشان امسك التكست ده اطلع منه الارقام، محتاج امسكه حرف حرف، وعشان امسكه حرف حرف احتاج ان انا استخدم فور لوب مثلا، تمام؟ الفور لوب ديت هتعمل لي ايه؟ هعرف متغير اسمه اي مثلا بتساوي زيرو، وان الاي يكون اصغر من التي اكس تي دوت لينس دوت لينس، تمام؟ وكمان ان ال وكمان الاي بلس بلس، تمام كده انا عملت كل حاجه. طيب انا عاوز اعمل ايه دلوقتي؟ انا عاوز الاي بتاعتي ديت، تمام، او النمبرز بتاعتي دي تحتوي على ارقام بس، يبقى انا محتاج هنا كونديشن، اف كونديشن هتشيك على حاجه، تمام؟ الحاجه ديت بتقول لي ايه؟ الحاجه بتقول لي انا اعرف منين، يعني عاوز اعرف ان الحاجه اللي معايا ديت رقم ولا لا، تمام؟ هتقول لي استخدم نمبر، لو هي مثلا لو النمبر ديت عشان تستخدمها هترجع لك قيمه، وانت محتاج ان الاف اللي هنا تبقى بترو بس، فانت محتاج تستخدم مثلا يا اما فانكشن بتتشيك اللي معاك ديت عباره عن كاركتر ولا نمبر، فانت ممكن تستخدم نمبر دوت از انتجر، تمام؟ وفي الحاله ديت هتريترن بترو او فولس برضو، بس هتحتاج برضو انك تحول القيمة اللي راجعه لك مثلا لنمبر، او ممكن تستخدم اذنان. فانا لو استخدمت اذنان مثلا بالشكل ده وقلت له التي اكس تي اوف اي، وبدأت اشتغل، هل كده الشرط بتاعي صح؟ قلت له مثلا هنا ان النمز نمز بلس بلس ايكوال مثلا التي اكس تي اوف ار، مع العلم مثلا ان نمز ديت انا محتاج اخزن فيها، محتاج اخزن فيها الارقام، هل كده الحل بتاعي صح او الكونديشن بتاعي صح في الحته ديت؟ لا، المفروض امشي بنفط. بالظبط، المفروض نستخدم النوت هنا قبل از نوت نمبر، لان هي الاز نوت نمبر ديت بترجع لي ترو لو هي واخده هنا كاركتر، فمعنى كده ان هي لو شلت النوت ديت هتشتغل في حاله الترو، يعني في حاله ان هنا كاركتر، فكده انا غيرت كل اللي انا عايزه من الفانكشن اساسا، انا هدف الفانكشن كان ان انا اطلع ارقام، لا انا كده بطلع تكست، فكده حل غلط، تمام؟ كده كل اللي انا عاوزه اتعمل تمام اهوت، ومفيش اي مشكله. طيب لو انا جيت مثلا دلوقتي المفروض هنعمل ايه؟ هن ريتيرن، نعمل ريتيرن، ريتيرن لايه؟ ريتيرن للنمز او للنمبر، تمام؟ بس في الحاله ديت هترجع لي نمبرز، ايوه بس هترجع لي نمبرز على انها سترينج، فمش هعرف استخدمها، فالمفروض في الاول احولها، فاستخدم مثلا بارس انت مثلا او بارس فلوت مثلا للنومز دي، تمام؟ وعشان نجربها برضو نعمل حاجه اسمها كونسول، نعمل كونسول دوت لوج، وهنحط مثلا اي في جي از 30.3 مثلا، تمام؟ ونشوف الاوتبوت بتاع الفانكشن ديت هيبقى ايه في الكونسول.
ما اسف احنا ما استخدمناش الفانكشن اساسا، بس استخدم find number للكلام اللي بين double quote ده. تمام، عملت لي 303 هيت. تمام، بس خد بالك انا قايل 30.3، لا هي غيرت لي الرقم ده، طلعت لي 303. يبقى هنا كان لازما ازود شرط كمان في الحته ديت، ان هو لو علامه اعمل لي سكيب عليها، او مثلا ايه ادخل برضو زودها لي مع الرقم ده. فده هاجي عامل اور مثلا لو التي اكس التكست اوف تي او التكست اوف اي قصدي، تمام، بتساوي الدوت دي. ده معناه ايه؟ ده معناه انك هتمسك لي التي اكس تي اوف تي ديت في كل مره تشوف لي هل هي نوت نمبر ولا علامه اللي هي الدوت ديت، عشان اعرف اخد منها ارقام عشريه صحيحه، ما تحولليش الرقم ده ل 303 مثلا. فاروح اعمل ريفريش دلوقتي هتلاقيها عملت لك ريتيرن. كده ما عملناش سيف بقى. الكوز ده بتاع ايه؟ بتاع الاذن اللي هو ال ايه ده؟ ثواني، احنا حطيناها في الاذن نوت نمبر. المفروض اخلي اذن نوت نمبر لوحدها. ثواني هنشيلها. تمام كده، كده تمام كده بقى الشرط يبقى صح. تمام، هنا اهو ترجع لي 30.3 من غير اي مشكله. طب ما انا مديله تكست اهوت في بدايه النمبر وكده، هو عمل لي لوب على التكست ده وطلع لي الرقم بتاعه. هتيجي انت تعمل ايه بقى؟ هنيجي جايين تحت قبل لما وانا بعمل الفاليو ديت، تمام، قبل ما استخدمها كده، قبل ما اخليها بتساوي الفاليو ديت، هعمل تحويل للفاليو ديت باستخدام الفايند نمبر دي واحطها هنا واعمل سيف واروح هناك بقى اكتب تكست زي ما انت عاوز. اقول له مثلا I have 10. تمام، واعمل سيف او كونفرت، حولهم لي اهو، خد لي العشرة وضربها لي هنا من غير اي مشكلة. تمام، في مشكلة في البروجكت الصغير ده؟ حد معاه مشكلة فيه يا شباب؟ لو حد معاه مشكلة في الفانكشن بتاعت find number ديت. الدنيا تمام يعني ولا ايه؟ تمام، ما برضه